فقال لكن لا نعترف بالرحمن الرحيم ولكن قل باسمك. فقال لكن فقال لا نعترف بالرحمن الرحيم ولكن قل باسمك اللهم. هذا ما قال هذا وسلم عليه محمد رسول الله. قال قف هذا ما هذا عليه محمد. لو كنت رسول الله ما قتلناك. اكتب اسمك وسبيك. لو كنت رسول الله ما قتلناك. قال والله اشهد اني لرسول الله ولكن انتهى يا علي. قال والله اشهد اني لرسول الله. كل ده علشان الرسول ولكن انتهى يا علي امام الله وامام الصحابه. كل ده علشان الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد نفسه الا واعطاهم انهم ما جاءوا. فكان كل ما يتعلق بحقه صلى الله عليه وسلم يتنازل الا واعطاهم لمصلحه الدعوه. وكان كل ما يتعلق بحقه صلى الله عليه وسلم وحتى لا تراقب دماء لمصلحه الدعوه ولمصلحه بيت المسلمين صلى الله عليه وسلم وحتى لا تراقب. لما قال سيدنا علي انتهى يا علي قال والله ما صلى الله عليه وسلم. فلما قال لسيدنا علي قال يا علي قال والله ما الورقه اشار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعلى موضع اعطاه الورقه واشار لرسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع فمحاه واكمل الكتاب صلى الله عليه وسلم. ثم اعطى الورقه بعدما انتهوا من كتابه الورقه. جاء ابو جندل ابن سهيل بعدما انتهى ابن كتابه الورقه. جاء ابو جندل كان كافر ابن سهيل بن عمرو ابنه بقى ابن الراجل الكافر اللي هو كان كافر وكان ابوه حبسه بزنزانه ابنه كان ومثله بالثلاث وكان ابوه حبسه بزنزانه وراح علشان يعمل ايه الاتفاقيه الثلاث اللي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح علشان يعمل ايه الاتفاقيه كان خرج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو جندل شرط هذه الشروط من زنزانته كان خرج لحد ما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديبيه من زنزانته وقال يا رسول الله جئتك مسلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ولكننا وقال يا رسول الله جئتك مسلما فاستأذن قال ولكننا سهيل اللي هو عهدناه قال له استأذن لم تصل الورقه بعد الى قريش فاتركه قال له يعني لم تصل الورقه بعد الى قريش فاتركه لي فالثاني يعني قال والله ابدا ما وصلش لقريش كيف اتركه وقد اتفقنا قال والله اللي ياتيك منهم مسلم كيف اتركه وقد اتفقنا اول اللي ياتيك منهم مسلم ترد اليه قال احنا لسه اذهب معه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا قال لابو جندل فبقى يبكي اذهب معه لعل الله سبحانه وتعالى طبعا يجعل لك مخرجا المنظر ده فبقى من الغيظ ولكن الصحابه طبعا علشان المصلحه العامه محرمين عليه المصلحه الخاصه ولكن لان دي مصلحه علشان المصلحه العامه مصلحه الامه قدم عليها المصلحه الخاصه فالرسول صلى الله عليه وسلم واحد لا يراعي عواطف الامه كلها والدعوه كلها فالرسول صلى الله عليه وسلم كان فاخذه عواطف معه ورده الى قريش فاخذه ابوه بعد ذلك الصحابه ورده الى قريش حدث بينهم شقاق بعد ذلك الصحابة على هذه التنازلات حدث بينهم التي تنازل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد أولا لم يكتب على هذه التنازلات التي تنازل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لم يكتب محمد الله الرحيم وقال باسمك الله ورد أبو جندل في قيوده مع أبيه الكافر ومسلما ورد أبو جندل في قيوده مع أبيه الكافر وبينهم وبين البيت تسعة كل هذه الأشياء ومنعوهم من العمرة وبينهم وبين البيت سيدنا أبو بكر الصديق كان مستسلم عملية صعبة لا يتحملها سيدنا أبو بكر الصديق كان مستسلم ولكن سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يستطيع ذلك يميل سيدنا عمر بن الخطاب مدى لم يكن في هذا الأمر وإن كان يسلم بإيمان إن في حكمة مدى الحكمة لكن هذا الأمر مش فاهم يسلم عمر كان عنده بإيمان إن في مش فاهم الحاجة لكن إشعاع مش فاهمها فراح سيدنا عمر كان عنده من الجرع ويبقى مش فاهم الحاجة على ذلك فقال الزم غرزك يا ابن الخطاب انه رسول على ذلك فقال الزم غرزك يا ابن الخطاب انه رسول الله لأن سيدنا ابو بكر الصديق برضه يمكن ما كانش فاهم الحكمة لكن مسلم لأن سيدنا ابو بكر الصديق فذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألست رسول الله فذهب إلى سيدنا رسول الله قال ألسنا قال يا رسول الله ألسنا على الحق قال بلى قال فلما نردب دنية في ديننا قال بلى قال ألسنا على الحق فالرسول قال بلى قال فلما نردب دنية في ديننا هدأه وبين له أن من وراء هذا هدأه وبين له أن من وراء هذا فهدأ سيدنا عمر بن الخطاب وما بينلوش الفتح نسبيا ولكن بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب عالم ولكن بعد ذلك بمرور الوقت والسنين أعطت للمسلمين الهدنة بينها وبين قريش
لأن الحرب للمسلمين كانت تشغل المسلمين بينها وبين قريش طاقت، لأن الحرب لكن لما يقضوا تشغل المسلمين أو بعد ذلك مستنزفة طاقت أجزاء الجزيرة لكن كلها، لما يقضوا هدنة ينصرون فيها بعد ذلك ويأمنوا أهل قريش أجزاء الجزيرة كلها، هذه مدة عظيمة وإن كان لم تستمر أهل قريش لأن جاء الفتح بعد تنصر، هذه مدة عظيمة وإن كان لم تستمر عشر سنين لأن جاء الفتح بعد تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قريش أقلت بالعهد الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنتين العشرة من الهجرة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة واجمون إلى أم سلمة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة واجمون إلى أم سلمة واحلق رأسك فأشار عليها الأمر ولا تكلم له أخرج فإذا رأوك فعلت ذلك وانحر الهد ولا تكلم وسلم وحلق رأسه، فإذا رأوك فعلت ذلك وأخذ الصحابة شعره وخرج رسول الله وسلم وحلق رأسه وهبت بعض الريح حتى وأخذ بعض شعره وسلم بينهم وهبت بعض الريح ثم بعد ذلك نحر الهد فقام الصحابة جميعا ونحروا الهد ثم بعد ذلك نحر الهدي فبعضهم صحابة جميعا ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم وحلق حلقين ثلاثا وبعضهم قدر مرة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سألوا للمحلقين لما دعوت للمحلقين ثلاثا مرة فلما سألوا قال لأنهم لم دعوت للمحلقين ثلاثا والمقصرين لأن المقصر كأنه ظن قال لأنهم لم ممكن برضه ما يرجعش المدينة يمكن يفطر يعني ظن إنه إيه فسيبل شوية شعر ما يرجعش المدينة إنما اللي حلق ده يعني عمل زي فسيبل شوية شعر وفيش أدنى راية إنما اللي حلق ده يعني عمل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيش أدنى راية إنما هيعمل بقى حالة مش هيلاقي حاجة يقصها وفي عودته صلى الله عليه وسلم في الطريق لم يرتاب صلى الله عليه نزلت عليه وفي عودته صلى الله عليه وسلم في الطريق كل دي كانت مقدمة بس نزلت عليه سورة السبب اللي احنا بقى بصدده كل دي كانت مقدمة بس نقرأ سورة الفتح سبب نزول بين فضائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته عند الله. قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الله تعالى إنا فتحنا لك أي لأجلك إنا فتحنا لك أي لأجلك لك لأجلك وفتحنا هنا أي بقدرتهم وبعظمتك سبحانه وتعالى هنا أي بقدرته فتحا مبينا والفتح هو النصر سبحانه وتعالى النصر فتحا مبينا والفتح هو النصر على الأعداء والنصر في الآخرة في الدنيا بالفوز بجنة الله على الأعداء وبالمقام المحمود والنصر في الآخرة بالفوز بجنة الله وفتحا مبينا أي مبينا أي ظاهرا واضحا من وفتحا مبينا أي مبينا أي ظاهرا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم هذه السورة تضمنت هذه الآيات أي الواردة في صدر هذه السورة والثناء عليه أي الله عليه وسلم وكريم منزلته والثناء عليه تعالى ونعمته لديه وكريم ما يكثر وصف الله تعالى ونعمته لديه يعني تضمنت وصف من القضاء بهاء إليه لنبينا صلى الله يعني تضمنت من القضاء ولا يستطيع الإنسان أن يصف مداها فابتدأ جل جلاله سبحانه وتعالى بإعلامه فابتدأ جل جلاله سبحانه وتعالى بما قضاه أي بإعلام نبيه صلى الله عليه وسلم بما قضاه له من القضاء البين يعني بما بظهوره وغلبته على عدوه إنا فتحنا لك فتحا مبينا بظهوره وغلبته على عدوه وبالبشارة بأن الله سبحانه وتعالى ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم وبالبشارة بأن الله سبحانه وتعالى وغالب نبيه صلى الله عليه وسلم الجاحدين له وغالب وعلو كلمته وشريعته الجاحدين له وفي نسخة وعلو كلمته وشريعته ما كان شريعته وفي نسخة وأنه مغفور له أمته إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأنه يغفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقلنا الغفران ليس له هو الستر فما معنى ليغفر أن يستر الله سبحانه وتعالى الغفران الإنسان هو الستر أن يستر بين الإنسان وبين الإنسان ينبني على المعصية بين الإنسان ينبني على المعصية إيه العقاب
أي إنسان يعصي واللي ينبني على المعصية إيه؟ العقاب. فتأتي المغفرة تبقى ساتر بين العقاب وبين الذنب. نتيجة المعصية بين العقاب. فتأتي المغفرة تبقى ساتر بين العقاب وبين الذنب وبين الإنسان وبين العقاب. يبقى المغفرة إذا كانت المقصود بها غير الأنبياء يبقى هو أن يحول الله سبحانه وتعالى غير الأنبياء يبقى هو يعني يفعل الذنب ولا يأتي العقاب. ولكن إن جاءت بحمد يعني يفعل الذنب ولا يأتي العقاب. أي يحول الله سبحانه وتعالى ولكن إن جاءت وبين فعل الذنب أصلا فلا يفعل. أي يحول الله سبحانه وتعالى بين النبي وبين فعل الذنب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أي ليعصمك الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما أي ليعصمك الله قبل البعث فلا تفعل المؤاخذات عصمك قبل البعث معصوم. فلا تفعل المؤاخذات من ذنبك لأنك معصوم. وقال بعض العلماء يغفر لك الله ما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل وما خلاف الأول. وقال بعض العلماء خلاف الأول ذنب النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل خلاف الأول. ولكن الراجح خلاف الأول كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أصلا مؤاخذة أن كل ما يخالف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أصلا مؤاخذة لك لا يخالف رب على ذنبك وما تأخر ولكن ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك بينك وبين فعل الذنوب بالعصمة الله سبحانه وتعالى بينك وبين فعل الذنوب بالعصمة حتى تلقى الله وأنت على كمال العصمة من قبل ومن بعد حتى تلقى الله وأنت على كمال العصمة وأنه مغفور له غير مؤاخذ مؤاخذ بما وأنه كان مغفور وما له غير مؤاخذ حتى إنه مؤاخذ بما كان وما يكون حتى إنه لما نزلت هذه وما يتأخر ويتم يغفر لك وعليك ويهديك صراطا وما تأخر وينصرك الله عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. شوف كم بشارة قال الصحابة لخمس هذا لك وماذا لنا؟ قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدخل المؤمنين وماذا لنا؟ جنات فقال الله سبحانه وتعالى هذا يدخل المؤمنين والمؤمنات ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويكفر عنهم كان أشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشياء للمؤمنين معه وهي أمته صلى الله عليه وسلم كان أشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشياء للمؤمنين معه وهي أمته. وقال مكي جعل الله المنة وقال سببا للمغفرة جعل الله المنة سببا لا إله غير يعني وكل من تعالى عنده من لا إله غير بالفتح يعني وجعل تعالى المنة من سببا للمغفرة وجعل المغفرة المنة للمنة سببا للمغفرة ولكن الله سبحانه وتعالى ليبين عظم المنة فالمنة كانت اعظم حتى ولكن الله سبحانه وتعالى ليبين عظم يعني ليبين عظم مغفرته لنبيه صلى الله عليه وسلم وكل من عنده لا اله غيره لان الله سبحانه وتعالى هو الذي عصمه وكل من عنده لا اله غيره لان الله سبحانه وتعالى هو على هذه العصمة ثم بعد ذلك يعطيه ثوابا على هذه الله سبحانه وتعالى مع سائر عباده هو الذي يعطيك المال فإذا تصدقت كذلك الله سبحانه وتعالى مع سائر عباده وهو الذي يعطيك المال فإذا تصدقت به العافية واستعملتها في الطاعة وهو الذي يعطيك العافية فإذا استغلت هذه العافية والوقت واستعملتها في النية ويعطيك التوفيق ويعطيك النجاح ويعطيك على ذلك كله كل من عند الله فهذا يفعله ويعطيك على ذلك كله كل من عند الله فهذا يفعله مع سائر العباد فيكون مع نبيه من باب أولى جمعه الله سبحانه وتعالى لأتيه من خصال عظيم لما جمعه الله سبحانه وتعالى وفضل من خصال عظيم وكل من عنده لا إله غيره وفضل منة بعد منة وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضل ثم قال ويتم نعمته عليه فإن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما لأن الله سبحانه وتعالى قال إن فتحنا لك فتحا مبينا ويتم نعمته عليه تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويتم نعمته والرسالة لأنه أعطاه النبوة والرسالة بالملك بعد النبوة والرسالة بعد الفتح لأنه أعطاه النبوة والرسالة أن يملك تمام النعمة بعد الفتح والنصر فتمام أن يملك هؤلاء بكمال الملك فيصبح ملكا عليه تمام النبوة وتمام النعمة بكمال الملك صلى الله عليه وسلم مع تمام النبوة وعبدا نبيا
فيصير الرسول صلى الله عليه وسلم بجانب أنه عبدا نبيا يكون بتمام نعمته عليه ورسولا وملكا صلى الله عليه وسلم وظهور البلاد وظهوره على سائر البلاد وعلى سائر العباد وظهور البلاد قبل الآخرة على سائر البلاد وعلى سائر العباد في الدنيا يوم القيامة قبل الآخرة قبل دخول الجنة في الآخرة وفي الجنة على سائر من دخل الجنة قبل دخول الجنة في كل حال وفي الجنة على سائر من دخل الجنة ويتم نعمته عليك كل مرحلة صلى الله عليه وسلم تمام النعمة ويتم نعمته عليك بقيل من تكبر لك قيل فيها معاني يعني هؤلاء الذين تكبروا عليك تكبر لك يعني هؤلاء الذين تكبروا عليك يخضعون لك ويكونون أتباعاً لك بعد ذلك اللي جاء لرسول صلى الله عليه وسلم وكان بيمد إيده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء لرسول صلى الله عليه وسلم وكان بيمد إيده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد ذلك يوم الفتح وخرج بعد ذلك مجاهدا ومقاتلا ومات في يوم الفتح وخرج وقضى على ذلك مجاهدا ومقاتلا ومات في اليرموك وكل من تكبر له قضى له إما قضى له خضوع اتباع وإسلام وكل من تكبر له قضى له إما قضى له خضوع اتباع وإسلام وقتل وعقاب قضى له صلى الله عليه وسلم هزيمة وقيل بفتح مكة والطائف صلى الله عليه وسلم أي يتم نعمته عليك وقيل بفتح مكة والطائف بمعنى أي يتم نعمته عليك وقيل بفتح مكة يرفع ذكرك في الدنيا تمام النعمة وقيل يعني تمام النعمة هي رفع يرفع ذكرك في الدنيا ألم نرفع لك تمام النعمة هي رفع لك صدرك ورفعنا ألم نرفع لك عنك وزرك ورفعنا ألم نشرح لك صدرك ورفعنا رفع الذكر ووضعنا عنك تمام النعمة ورفعنا لك ورفع الذكر قلنا أنه لا يذكر الله إلا معه رسول الله تمام النعمة ورفع الذكر قلنا أنه لا يذكر كلما ذكر الله إلا معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيش بعد كده ولا يدخل أحد الإسلام كلما ذكر الله ذكر معه رسول أن يكون أن يشهد ولا يدخل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهادة التوحيد أن يكون أن يشهد فجعل الشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد ركني التوحيد فجعل شهادة بنبوة والأذان ليل نهار أشهد أن لا إله إلا الله بعد كده رفع محمد رسول الله والأذان ولا ليل نهار أشهد أن لا إله إلا الله والسلام على نبينا رسول الله عليه وسلم في التشهد ولا تقبل صلاة عبد إلا بك صلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم في التشهد ذلك المقام وهكذا رفع الذكر تحته آدم في الدنيا قبل الآخرة وجعل بعد ذلك المقام المحطاعة الذي تحته آدم ومن عداه وجعل رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضاه ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من رضاه من فضل ولو انه رضوا بما اتاهم الله ورسوله فجعل رضا الله هو رضا رسوله وجعل طاعة الله من طاعة فجعل رضا الله هو رضا رسوله وجعل طاعة الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك وينصرك على أعدائك ويغفر لك فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدوه فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدوه له أهم البلاد وفتح أهم البلاد عليه لمكة كانت أهم البلاد ما يحدث كل العرب بين أهل الجزيرة وبين قبيلته انتظروا ما يحدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة جزيرة العرب وكانت إذا خضعت تملك الزعامة الدينية في جزيرة العرب يخضعون له فإذا خضعت مكة وقريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخضعون يظلون على ما هم عليه انتصرت مكة فظل العرب في أرجاء الجزيرة كلها ينتظرون ما يحدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش فظل الجزيرة كلها ينتظرون ما يحدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش فلما فتحت مكة إذا جاء نصر الله والفتح فتحنا فتح مكة انما ان فتحنا لك فتحا مبينا هنا الفتح الحديبيه هنا فتح مكه يبقى الفتح انما ان فتحنا لك فتحا مبينا هنا الفتح في سوره النصر يبقى اخر القران سوره الفتح وسوره فتح مكه والفتح في سوره النصر يبقى ان اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في اذا جاء نصر الله والفتح مكه جاء العرب ورايت الناس يدخلون في القبائل تلو القبائل مكه جاء العرب افواج من هذا العام عامل القبائل تلو القبائل تسلم الى رسول الله حتى سمي هذا العام لا عامل مقابله الوفود لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرا على ليل نهار من مقابله الرسول صلى الله عليه وسلم
لما فكان الأكثر علشان كده مكة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أهم البلاد. لما فتحت مكة فتحت بعد ذلك الشام والعراق ومصر وغيرها أهم البلاد. ولكن كل هذه البلاد فتحت بعد الشام والعراق وكان هي الأصل. ولكن كل هذه البلاد فتحت بعد وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له لأن مكة أحب أهم البلاد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأن مكة أحب البلاد والراجح إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من المدينة والراجح أنها أفضل من المدينة أنها أفضل من المدينة في الإقامة المدينة أفضل من المدينة في الإقامة ولكن في أفضلية في الإقامة المدينة أفضل في الإقامة لكن في أفضلية الثواب مكة أفضل أحب البلاد إلى الله أحب البلاد إلي والله إنك لأحول البلاد إلى الله أخرج البلاد إلي ولولا فدل في هذا الحديث الصحيح منك ما خرج أن مكة صلى الله عليه وسلم فدل في هذا الحديث الصحيح أحب البلاد إلى رسول أن مكة صلى الله عليه وسلم ولكنها من حيث ثواب العبادة هي أفضل. ولكنها من حيث الإقامة في المدينة ثواب العبادة لأن هي أفضل الثواب في مكة مضاعف لأن والعقاب في مكة مضاعف الثواب في مكة مضاعف يعني السيئة في مكة مضاعف والعقاب في مكة مضاعف أيضا كالثواب يعني مضاعف. السيئة في مكة مضاعف وعلى شكرة سيدنا عبد الله بن عباس كان لا يحب الإقامة مضاعف كان يعمل عمرة ويقف وعلى شكرة سيدنا عبد الله بن عباس كان لا يورد الإقامة في مكة كان يعمل يعني عمره ويعود الى المدينه مسرع على المدينه على مجرد ينتهي من النص فالاقامه في المدينه يعني يعود الى المدينه مسرع تعالى مدخل صدق فالاقامه في المدينه لها افضليه واختلف الفقهاء ايهما تعالى المدينه ولا مكه فالمدينه لها افضليه واختلف الفقهاء ايهما افضل المدينه ولا مكه لان استدل الامام مالك عند المدينه آية رب اخرجني لانه استدل واخرجني مخرج صدق واجعل لي ايه رب اخرجني ادخلني مدخل وأنها اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الدعوه ومقر الدوله الاسلاميه مقر ومقر وفاة النبي دعوه ومقر الدوله الاسلاميه ومقر ولكن بقيه الفقهاء قالوا ان مكه افضل فيها من المدينه ولكن بقيه الفقهاء على الجمله ان مكه افضل ولكن بقعة المدينة الأرض في المدينة التي على الجمل الجسد الطاهر ولكن بقعة الأرض في المدينة التي تمثل الجسد الطاهر على الإطلاق أفضل مكة ومن المدينة بقعة على وجه الأرض حتى من العرش على الإطلاق أفضل من مكة ومن المدينة هذا وأفضل حتى من العرش والكرسي نقلة من العلماء وذكر يعني هذا أفضل مدينة الأنصار نقلة من العلماء لكن أفضل بقعة يعني هي أفضل بقعة مدينة التي تمثل الجسد الشريف لكن أفضل بقعة مدينة الشريف هي بقعة الأرض التي تمثل الجسد بالإجماع حتى من قالوا بأفضلية مكة على المدينة فهي أفضل بالإجماع حتى من قالوا بأفضلية مكة على المدينة جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أفضل الخلق على الإطلاق لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أفضل الخلق على الإطلاق هي أفضل البقاء على البقعة التي يستقر عليها هذا الجسد الشريف ولما نقول أنها أفضل على العرش والكرسي فالعرش مخلوق والكرسي ولما نقول أنها أفضل على العرش والكرسي فالعرش والله مستغن عن العرش والكرسي ورسول الله أفضل الخلق على الإطلاق والله مستغن عن العرش والكرسي الناس اللي بتظن ان الله مستقر على العرش يعني قاعد على العرش كده الجلوس على الحقيقه اللي بتظن ان الله مستقر على العرش يعني قاعد على العرش كده الجلوس على الحقيقه لما تيجي تقول عليها ان البقعه في الارض اللي يركض عليها افضل من العرش والكرسي تكون كبيره في نفسه لا يستطيع ان يركض عليها افضل من العرش لانه ظن في الله ظن سيء لا يستطيع ان يظن ان الله سبحانه وتعالى مستقر على العرش لا ظن سيء عليه يظن ان الله سبحانه وتعالى مستقر على العرش أي كان هذا الاستقرار من العرش والكرسي أفضل لكن الحقيقة أن كان هذا الاستقرار من العرش والكرسي أفضل وأن الله سبحانه وتعالى خلق المستقر من المخلوقات جميعا والعرش والكرسي من المخلوقات وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والمخلوقات جميعا والعرش والكرسي من المخلوقات الله وعرش الله سبحانه وتعالى السماوات بالنسبة للسماوات والأرض السماوات والأرض بالنسبة وعرش الله كحلقة تعالى الكرسي والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة الكرسي كحلقة في ثلاث هذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في ثلاث وهذه المخلوقات هذا حيث الله سبحانه وتعالى مستغن عنه وهذه المخلوقات كلها كان قبل الله سبحانه وتعالى مستغن عنه
مستغنى عنها سبحانه وتعالى كان قبل خلق هذه المخلوقات، اختار واستغنى عن المخلوقات سيدنا رسول الله أشرف الخلق على الإطلاق، اختار وهو أشرف من الملائكة سيدنا رسول الله أشرف الخلق على الإطلاق، وأشرف الأنبياء على الإطلاق، وهو أشرف من الملائكة فما استقر عليه الجسد الشريف، وأشرف الأنبياء على الإطلاق فما استقر عليه الجسد الشريف يكون أشرف البقاع على الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول العلماء أهم وفتح أهم البلاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول بها أهم وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له، وأحبها له يعني أحب البلاد إلى الله، هو اقتبس وأحبها له اللي هو يعني أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى الله اللي هو إيه ألا إنك ورفع ذكر البلاد إلى الله ورفع البلاد إليه ذكره ورفع ذكره ورفع أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع ذكره وهدايته هي صراطا رفعنا لك ذكره في الآية وهدايته صراطا مستقيما أي وهدايته الصراط المستقيم وهي الشريعة والطريقة أي وهدايته الصراط المستقيم وهي الشريعة المبلغ للجنة والحقيقة وقلنا الشريعة أن تبلغ الجنة وقلنا الشريعة والطريقة أن تعبده والحقيقة أن تشهده والطريقة وجمع الله سبحانه وتعالى نبيه الشريعة والحقيقة أن تشهده وجمع الشريعة سبحانه وتعالى نبيه الشريعة والحقيقة بها كل الشرائع فكانت شريعة النبي في كل حال هو الله فكانت طريقته هي الله وكان في كل النبي في كل حال هو الله فكانت طريقته هي الله في المحل الأسنى من المشاهدة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يرى ما لا يرى في المحل الأسنى حتى أنه تمت له الرؤية فكان يرى ما لا يرى في الإسراء والمعراج حتى أنه تمت له الرؤية سبحانه وتعالى على الراجح أنها كانت الإسراء والمعراج وبالعين لا زاغ سبحانه وتعالى على الراجح أنها كانت رؤية بالقلب وبالعين وهدايته الصراط المستقيم المبلغ الجنة وهدايته الصراط المستقيم ونصره المبلغ الجنة والسعادة ونصره النصر العزيز يعني النصر المعز نصر معز ولكن النصر العزيز يعني النصر المعز معز نصر عزيز ولكن الله تعالى وصفه بعزيز نصر معز من باب المبالغة نصر عزيز ولكن الله سبحانه وتعالى وصفه بعزيز سبحانه وتعالى نبيه على من سواه وأعز الله سبحانه وتعالى نبيه على الله ورسوله وأعز المسلمين على المنافقين بل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة هو الذي أنزل السكينة ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة هو الذي أنزل السكينة على المؤمنين إنزال السكينة أي الإيمان لأن المسلمين لما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزال السكينة أي وتنازلات النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين لما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى على قلوبهم السكينة حتى لا يعترض أنزل الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فسكنت قلوبهم وجوارحهم حتى لا يعترض لأمر الله وأمر رسوله فسكنت قلوبهم وجوارحهم الذي خفي لأمر الله وأمر رسوله على سائر الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمته فلما خفيت حكمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في ظاهره إعطاء فلما خفيت حكمة هذا الأمر والتنازل وكان في ظاهره إعطاء الدنيا من باب أولى أن يثير نفوس هؤلاء المؤمنين ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة عليه هؤلاء المؤمنين ليزدادوا ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة عليه تصديقهم ليزدادوا إيمانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منكرين ولكن قالوا له حتى أنهم لم تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منكرين ولكن قالوا له أنك رأيت رؤيا رسول الله أننا سوف ندخل المسجد الحرام أنك رأيت رؤوسنا ومقصرين أننا سوف ندخل قال نعم ولكن هل قلت لكم في عامكم رؤوسنا ومقصرين قال نعم ولا رؤيا قلت لكم في عامكم هذا رأى رؤيا مطلقة لم يأتي معها تحديد وقت معين رأى رؤيا لكنها رؤيا لابد أن تتحقق لم يأتي معها تحديد وقت معين الله ورسوله أعلم ولكنها رؤيا لابد أن تتحقق لكن متى تتحقق الحقيقة الله ورسوله أعلم ورسوله أعلم في المجاز لأن الله سبحانه وتعالى على الحقيقة على ما شاء على ما يشاء ورسوله أعلم في المجاز لأن الله سبحانه وتعالى الرسول على ما شاء على ما يشاء سبحانه وتعالى ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة
وطمأنينته على أمته المؤمنين بالسكينة. والطمأنينة والطمأنينة عطف تفسير، لأن السكينة بمعنى الطمأنينة. والطمأنينة عطف تفسير، لأن السكينة بمعنى هي بمعنى الطمأنينة. ولكن هنا الواو هنا عطف التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم عند الله التي جعلها في قلوبهم ليدخل المؤمنين وبشارتهم بما لهم عند الله خالدين فيها ليدخل المؤمنين والمؤمنات العظيمة التي من تحتها الأنهار وبشارتهم عند الله ويكفر عنهم سيئاتهم عند ربهم بعد وفوزهم العظيم والعفو عنهم أي عند ربهم بعد وفوزهم العظيم والعفو لذنوبهم أي وهلاك عدوهم في الدنيا والآخرة والستر لذنوبهم وهلاك عدوهم في الدنيا والآخرة من رحمته ولعنهم عليهم وبعدهم من رحمته ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين والمنافقات والمشركين والمشركات وغضب الله عليهم ولعنهم وجعلنا عليهم مصيرا كل هذا حتى يخطب وساءت مصيرا حتى يهدئ نفوسهم ثم قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ثم قال ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مش هنخلص الآية دي لو نقعد فيها بقى لمدة شهر وما معنا مبشر وما معنا نذير تكلمنا فيها قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان شاهد نذير تكلمنا فيها قبل ذلك ومشهود الرسول صلى الله عليه وسلم كان شاهد وكان شاهد وشهيد صلى الله عليه وسلم فهو شاهد وكان شاهد مشهود. وشهيد وكل واحد لها معاني شهيد مشهود فالرسول صلى الله عليه وسلم وكل واحد لها معاني على نفسه فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا المعلوم أن كل نبي بتبليغ الرسالة لا يشهد المعلوم على أن نفسه يوم القيامة أنه بلغ الرسالة ولكن تسأل الأمم لا يشهد على نفسه يوم القيامة أنه بلغ الرسالة ولكن تسأل الأمم الذي أرسلت إليكم بلغ تسأل الأمم هل بلغ النبي كلها الذي أرسلت إليه لأنه ما تعب بلغ الرسالة يقولوا ما بلغ الرسالة تيجي أمتنا إحنا تشهد الأنبياء يقولوا ما بلغ الرسالة لأن إحنا عرفنا في القرآن إن جميع الأنبياء بلغوا الأنبياء وعلشان كده إحنا شهداء لأن إحنا عرفنا في القرآن إن جميع الأنبياء بلغوا وعلشان كده إحنا شهداء يا الله لقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة بدليل ما جاءنا من الله لقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة أمتنا نحن بدليل ما جاءنا من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي إحنا منها الحمد لله وشرفنا بها أمتنا نحن لسائر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا منها الحمد لله وشرفنا بها تشهد لسائر الأنبياء بعد إنكار أممهم وبلغوا وأدوا الأمانة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إنكار من سائر الرسل يشهد لنفسه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوحيد من سائر الرسل ربنا يقبل يشهد لنفسه ولا يحتاج لشاهد ربنا سبحانه وتعالى ما يسألش أمته ربنا يقبل شهادة هل الرسول بلغ الرسالة ولا لا ربنا سبحانه وتعالى ما يسألش أمته هل الرسول بلغ الرسالة ولا لا ولكن والله أعلم يسأله هو أنه بلغ الرسالة ولكن إعلاما لقدر هذا النبي أنه هو الذي يشهد على نفسه ولكن إعلاما لقدر هذا النبي أنه هو الذي يشهد على نفسه على هؤلاء الشهيد من كل أمة شاهد لنفسه على هؤلاء شهيد وشاهدا فالرسول لغيره وشاهدا على غيره وشاهدا لغيره حاجة وشهيدا على وشاهدا صلى الله عليه وسلم لحقائق الملك والملكوت وشاهدا وشاهدا لأنوار الجبروت لحقائق الملك والملكوت وشاهدا للملأ الأعلى وشاهدا لأنوار الجبروت وشاهدا لأحوال الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم فيهم وشاهدا لبرزخ أمته صلى الله عليه وسلم حال إلى أن يبعث الخلائق وحال برزخ صلى الله عليه وسلم حياتي خير إلى أن يبعث الخلائق خير لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم بعد ومماتي خير لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرضون علي بأسمائكم بعد وسيماكم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرضون علي بأسمائكم شاهد هو على أعمال أمته وسيماكم وهو في قبره الشريف وتعرض علي أعمالكم ويعلم أحوال أعمال شاهد في كل حال الشريف شاهد حال حياته الدنيوية ويعلم وشاهد حال شاهد في كل حال وشاهد في البعث الدنيوية وشاهد حال حياته البرزخية وشاهد في البعث ثم بعد ذلك في كل حال يشاهد لحضرة الله عز وجل
وشاهد ثم بعد ذلك في كل حال شاهد والملكوت والملائكة والملائكة وشاهد لأنوار الحضر ويرى أهل النار والملكوت والملائكة ويشاهد أهل الجنة يتنعمون ويرى أهل النار فطويت له الأزمان وطويت له المسافات صلى الله عليه وسلم فكان فطويت له الجنة في الجنة بعد الحساب وبعد فكان يرى أهل الجنة في الجنة بعد الحساب طوى له الأزمنة كلها ولم يقل حساب على ميزان سيدنا بلال في الجنة طوى له الأزمنة كلها ورأى الصحابة العشر فرأى سيدنا بلال في الجنة ورأى قصور سيدنا عمر بن الخطاب في الجنة المبشرين في الجنة ورأى مقام أمته ورأى قصور سيدنا عمر بن الخطاب في الجنة ورأى مقام الله عليه وسلم في الجنة ولم يدخلها رأى أحوال ولكن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم له كل شيء ولم يدخلها حيث لا زمن ولكن الله سبحانه وتعالى كشف له كل شيء حيث تجلى الله على نبي الله سبحانه وتعالى تجلى على نبيه بصفة العلم تجلى الله على نبي عن الله سبحانه وتعالى تجلى على نبيه بصفة العلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل معلوم رأيت ربي في المنام في أحسن صورة قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ما يختصم الملائكة رأيت ربي في فقلت الله أعلم صورة فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها فقلت الله أعلم فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها فتجلى الله على نبيه بصفة العلم أعلمه عن كل معلوم فتجلى الله على فكان بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم وأعلم الخلق بالله فكان أعلم بخلق الله وبأحوال الخلق بالله وأعلم الخلق بخلق الله إن أرسلناك شاهدا صلى الله عليه وسلم وعلى إن أرسلناك شاهدا وعلى إن أرسلناك شاهدا شاهدا في الدنيا وفي البر إنا أرسلناك شاهدا حتى في الجنة وفي البر شاهدا لأحوال الخلق والخلائق ولأنوار الملك والملكوت شاهدا ولأنوار الحضرة ولأنوار الملك والملكوت ولأنوار الحضرة حضرة الله عز وجل شهيد شهيد على سائر الأمم وشهيد على سائر الخلائق شهيد صلى الله عليه وسلم شهيد على سائر الأمم وشهيد على سائر وبمعنى شهيد صلى الله عليه وسلم شهيدا هذا الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مات شهيدا دل أمته على الشهادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لله والدال على أمته على الشهادة فلما دل الأمة على الشهادة والدال على الخير كفاعله فلما دل الأمة على الشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا كان كفاعله لأنه دل على الشهادة فالرسول صلى الله عليه وسلم مات شهيدا ليس بالدلالة على الشهادة لأنه دل على الشهادة ولكن مات شهيدا ليس بالدلالة فمات شهيدا بالدلالة وشهيدا بالحقيقة بسم أكل خير صلى الله عليه وسلم فمات شهيدا بالدلالة شهيدا لها معاني كلها متوفرة صلى الله عليه وسلم فكان شهيدا لها معاني كلها أكل الخير متوفرة في رسول التي أكلها والذي قتله صلى الله عليه وسلم مات بسم لأنهم قتلوا الأنبياء التي أكلها وقتلوا نبينا والذي قتله سائر الأنبياء لأنهم قتلوا بسم أكلت خيبر وقال ذلك على فراش موته صلى الله عليه وسلم ما زال ثم أكلت قال ذلك على فراش يعاودني حتى قطع أبهري ما زال ثم أكلت خيبر يعاودني حتى قطع أبهري يعني قتلني مات شهيدا قال ذلك على فراش شهيد بالمعنى الدلالي وبالمعنى الحقيقي مات شهيدا كما أنه شهيد بالمعنى الدلالي وبالمعنى الحقيقي كما أنه شهيد بالمعنى الدلالي وبالمعنى الحقيقي وحتى يبوء اليهود باسمه ينال كل خير صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى لعنهم وحتى يبوء اليهود باسمه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا مبشرا للمؤمنين بما أعد له من ثواب من عقاب ونذيرا للكافرين بما أعد لهم من عقاب في الدنيا بالنصر والظفر والفلاح وبأنها تفتح عليهم البلاد الدنيا بالنصر والظفر وأن لهم الخلافة في الدنيا وأنها تفتح عليهم وأن لهم الظفر وأن لهم الخلافة في الآخرة عند البعث وأن لهم الظفر بدخول الجنة ومبشرا لهم في الآخرة عند البعث بدخول الجنة سبق عليه سابقا أنه من أهل العذاب وبمن سبق له عنده رسول أنه من أهل العذاب فلا يستحق العذاب بعدما استحقه بالميزان ومن دخل فلا يستحق العذاب بعدما استحقه بالميزان ومن فهو مبشر حتى لأهل النار إذا دخلوا في النار نبيهم يخرجون منه فهو مبشر حتى لأهل النار إذا دخلوا في النار أنهم يخرجون منه
كانوا موحدين وقاتل الموحدين دخول كل لحظة وفي كل حال صلى الله عليه وسلم فهو من حال ولادته في كل لحظة وفي كل حال ثم بعد ذلك في حال من حال ولادته فترة دنياه ثم بعد ذلك في حال يبشر فترة دنياه ثم في فترة برزخه كلما وجد يبشر المؤمنين بالمغفرة شعرا علي عمل كلما وجد تقصير الله وإن كانت شرا استغفرت شعرا علي عملكم فإن كانت خيرا يمكن أبوك وإن كانت شرا استغفرت الله لك زي ما سيدنا رسول الله مشغول في قبره عشان تعرف النبي أولى بالمؤمنين زي ما سيدنا رسول الله مشغول إنه يدعي النبي أولى بالمؤمنين من أولى بالمؤمنين من أنت نفسك مش مشغول بنفسك زي ما رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسك أنت نفسك مش مشغول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله مشغول دنياه كان يقيم الليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حال الليل يقيم الليل بآية واحدة طول الليل لحد ما يطلع الفجر عليه واقف بين يدي الليل بآية واحدة طول الليل لحد ما يطلع الفجر عليه واقف بين يدي الله يقول أمتي أمتي ويتبع من عصاني من تبعني فإنه مني ومن يقول عصاني فإنك غفور رحيم من عصاني نقل سيدنا إبراهيم من تبعني فإنه مني ومن عصاني ويقول فإنك سيدنا غفور رحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ابن مريم ثم يبكي ويقول عبادك وإن تغفر لهم هذا أنت العزيز الحكيم ثم هذا قول سيدنا ثم يبكي ويقول أمتي فلا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله إلا ثم هذا أمتي سيدنا عيسى فلا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر العذاب إلا يعني سيدنا إبراهيم قال من تبعني فإنه لم يذكر العذاب يعني سيدنا إبراهيم قال من تبعني فإنه من عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم سيدنا عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم معظم أمته جاءت بعد لم يأتي على أمتي التي لم تأتي حتى معظم أمته جاءت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يرى رسول الله هل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 من الصحابة عددهم كثير ملايين مليارات هم بس هل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى ملايين مليارات قبل أن نأتي صلى الله عليه وسلم وكان مشغول حتى الآن مشغول بنا في برزخه صلى الله عليه وسلم وقبل أن تعرض صلى الله عليه وسلم حتى الآن مشغول بنا في برزخه صلى الله عليه وسلم ثم نزلت الآية ولا سوف يرضيك ربك فترضى فقال لا أرضى يا ربي وواحد ثم نزلت الآية ولا سوف يرضيك ربك فترضى فقال لا أرضى يا ربي وواحد ولا أمتي في النار صلى الله عليه وسلم تعتم ما بتتعب شويه ولا حريص على نفسك زي ما كنت موقف يقول يا رب بقى خدني بقى ولا تعتم ما بتتعب شويه ولا ربنا يعتل الانسان كده يتعجل ويقول يقول يا رب بقى خدني بقى ولا الا مهما حدث لم يدعو على احد كده يتعجل ويقول ولم يدعو حتى على الكفار مهما حدث من امتي لم يدعو على احد من امتي ولم يدعو حتى على الكفار لانه كان رحمه للعالمين امه الدعوه صلى الله عليه وسلم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله شاهدا وسراجا منيرا ونذيرا دي في سورة الأحزاب وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ونذيرا بكرة بالله ورسوله وتعزروه وتوقره وخصائصه من شهادته على أمته لنفسه فعد محاسنه وخصائصه من شهادته على أمته بتبليغه الرسالة لنفسه وقيل شاهدا لهم التوحيد بتبليغ الرسالة بالثواب وقيل بالمغفرة ومنذرا عدوه بالعذاب وقيل محذرا من الضلالات ومنذرا عدوه بالعذاب وقيل محذرا من الضلالات برسوله من بالله له من الله الحسنى ثم به أي برسوله من سبق له من الله الحسنى ويعذروه ويعذروه بالراء ويعززوه بالزاي ويعذروه بقراءتين يعني يعذروه ويعذروه بالزاي ولكن القراءة المشهورة يعذروه ويؤيدوه ولكن القراءة المشهورة يعذروه يعذروه يعني يؤيدوه وينصروه باتباع ملته يعني يؤيدوه وينصروه باتباع ملته ويحرسوه من أعدائه ويحافظون ويحرسوه صلى الله عليه وسلم كل هذا من تعذير النبي ويحافظون جنابه صلى الله عليه وسلم يعذروه تعذير يجلونه يعني يعذروه أي يجلونه بلهم يعني تعظيم ما عظمه الله عباده وتحقير ما حقره ما عظمه الله عباده وتحقير لو ربنا سبحانه وتعالى عظم الله أي شيء
ويجي إنسان يحقره لو ربنا سبحانه وتعالى عظم شيء أي شيء ويجي إنسان يحقره ويلطخها بالنجاسات والكعبة حجر كعبة وإحنا بنعبد أحجار بالنجاسات والكعبة حجر لكن الكعبة حجر وإحنا بنعبد أحجار بنعبدش شعائر الله لكن الكعبة حجر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لله فاللي يجي واحد يقول إحنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فاللي يجي واحد يقول احنا ما بنعبدش لانه عظم يعني الكعبة بالنجاسات مع انه لطخ حجر ولكن هذا الحجر عظمه الله مع انه لطخ حجر يبقى ما عظمه ولكن هذا الحجر عظمه الله ونيجي مثلا للجمرات عظمه الله ربنا امرنا اننا ايه نضرب ونيجي مثلا بالحجار للجمرات حجر ثاني ربنا امرنا اننا ايه نضرب ونمسح عليه بايدينا نشوف حواليه وحجر ثاني ربنا امرنا اننا نقبله ونمسح عليه بايدينا ونشوف حواليه زي ما يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عظم سيدنا آدم زي ما يأمرنا سيدنا آدم ربنا سبحانه وتعالى عظم سيدنا آدم جعله عظيما لما خلق سيدنا آدم إن أمر الملائكة أنها تسجد لآدم جعله عظيما مش تقول عباد بدليل لأن الملائكة ملائكة أنها تشرك أصلا تقول تعظيم مش تقول عباد الملائكة معصومة لأن الملائكة منزهة أنها تشرك أصلا بل الملائكة هم أمناء الله الملائكة معصومة على التوحيد بل الملائكة هم أمناء الله بالسجود لآدم والسجود على فعل يدل على إيه فربنا على العباد الملائكة بالسجود لآدم والسجود فعل يدل على إيه على العباد للتعظيم والفعل عند الله فلما أبى إبليس أن يعظم ما عظمه الله كفر هل فلما أبى إبليس أن يعظم ما عظمه الله يعترف بالله هل إبليس أنكر وجود الله أشد المؤمنين بالله إبليس يعترف بالله لأن كان رأى رأي العين أشد المؤمنين مات الملائكة وخطب الله رأى رأي العين في بعد كده مات الملائكة حد يعرف وخطب الله مشافهة بالرغم في بعد كده جعلوا رجيم وجعلوا ملعون وجعلوا إمام ربنا جعلوا رجيم حقر وجعلوا ملعون وجعلوا إمام للكافرين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم إزاي أنا أعظم هذا الحقير ده مخلوق من طين وأنا من نار إزاي أنا عظم هذا الحقير في نظري هذا الحقير وأمره أن يعظمه فلما أبى عظم هذا الحقير في نظري يبقى من لا يعظمه فلما أبى كفر يبقى من لا يعظمه يقول لا لا ما تقولش طين قول محمد حقير يجي واحد يقول سيدنا محمد يقول لا ما تقولش سيدنا محمد وتوقره وتعذره تيجي تتكلم وتجله صلى الله عليه وسلم على الشرك وتوقره وتعذره وتجله صلى الله عليه وسلم على الشرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم نعظمه ونجله هو ده عين الشرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم نعظمه ونجله هو ده عين الشرك لما سب اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم لان لما سب اليهود قال انهم صعبوا وسلم لما سبوا الرسول ربنا قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل الناس هنا اللي هو رسول الله حسب الرسول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل الناس هنا اللي هو رسول الله حسب الرسول واحنا اهل الكتاب المتعلمين القارئين الحافظين العربي اللي طول عمرنا احبار وطول عمرنا علماء القارئين الحافظين رساله وقال طول عمرنا عظام وهذا العلم العظيم القران كل ده ينزل على راجل امي العظمه وهذا العلم العظيم الصحراء كل ده ينزل على راجل امي فربنا سبحانه وتعالى الصحراء قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فتم الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم على ما اتاهم الله من فضله لانه هو دائره الجلال كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو كل مركز مدار الجلال لانه هو دائره الجمال الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ليعرف فالرسول اعرف الخلق فيبقى رسول الله لان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ليعرف فالرسول اعرف الخلق وهو اول الخلق على الاطلاق على دائرة الاكوان كنت نبيا وادم منجبل وهو اول الخلق على الاطلاق على ربنا عاب عليه ولما طعنوا فيه قالوا وطعنا في الدين وجعل عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما طعنوا فيه قالوا وطعنا في الدين وجعل طعن النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الدين والطعن في الدين تتكلم في خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم فيبقى لما يجي واحد مش ترفع من قدر يبين رفع خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم لان هو مرفوع القدر اصلا مش ترفع من قدر يبين رفع القدر هو مرفوع القدر اصلا لان هو مرفوع القدر اصلا بس اننا نعرف قدره مين احنا اللي نرفع ده هو مرفوع القدر اصلا لكن هو مرفوع القدر مطلوب مننا بس اننا نعرف قدره انه مرفوع ربنا هو على القدر على وعرفته على معرفته اغنى به سبحانه وتعالى صلى الله ربنا سبحانه وتعالى ان عبدت عليه جبال مكه تبقى ذهب ولا غير تراب ابدا صلى الله عليه وسلم
حتى ان عرضت عليه بذلك الذهب ولغيره طرف ابا صلى الله عليه وسلم واشبع يوما فاشكر صلى الله عليه وسلم قال ابوع يوما عن المخلوقات جميعا واشبع يوما فاشكر صلى الله عليه وسلم فاستغنى عن ووقف وحده صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى يعلن انه رسول الله ولم يكن معه احد على الكره الارضيه يتحدى الناس بالله ولم يكن معه احد على الكره الارضيه يحاربه وتحدى الناس بالله صلى الله عليه وسلم واقف لو وضعوا القمر في الشمس في يميني والقمر في يساري واقف لو وضعوا القمر في الشمس في يميني واقوى الاقوياء واغنى الاغنياء بالله صلى الله عليه وسلم اشجع الشجعان واقوى الاقوياء واغنى الاغنياء بالله صلى الله عليه وسلم وهذا الجلال العظيم وعظم هذه الذات الشريفة لأنك أمرت بهذا الجلال العظيم بتوقيره وتوقيره تجد لأنك أمرت به مرض القرآن في بتوقيره وتعظيمه تجد من في قلبه مرض يتمحك كلمتك شرك كده دليل أنك أنت أصلا مقام الألوهية والربوبية عندك قريب دليل أنك أنت أصلا مقام الألوهية والربوبية على مقام المقام المخلوق انت لان مقام الله عندك لانك لما تيجي تتكلم على قليل وترفعه ومتصور ان انت لان مقام الله عندك في قلبك حقيقي ويوازي مقام الألوهية ومتصور ده دليل ان الله سبحانه وتعالى في قلبك حقيقي ليس في مقامه الأعلى ده دليل ان الله سبحانه وتعالى يبقى انت اللي واقع في الشرك وانت مش واخد بالك خدت بالك يبقى انت اللي واقع في السرك وانت مش واخد بالك مقام فوق كل مقام لانه هو خالق الخلق اجمعين مقام فوق كل مقام هو افضل الخلق اجمعين ما زال مخلوقا مهما رفعنا هو افضل الخلق اجمعين وذكرنا زال مخلوقه مهما رفعنا له مرفوع الذكر وذكرنا عظيم قدرته ما زال مخلوقا لا يقترب مقام الالوهيه ولا الربوبيه على الاطلاق ولا ينازعه ما زال مخلوق لا يقترب مقام الالوهيه ولا الربوبيه على الاطلاق ولا ينازعه فلا اللي مشرك فليس لان مقام الله عندك قريب المقام المخلوق لكن لو مقام الله عندك عالي لان مقام الله عندك قريب المقام المخلوق مهما عالي لكن لو مقام الله عندك عالي مش هيقرب لمقام يبقى متعدي المخلوق مهما عالي ما زال مخلوق انت اللي في قلبك مرض مش هيقرب لمقام الالوهيه على انما في قلبه يعني انت اللي في قلبك مرض يعلي ما اعلاه الله ويعظم ما عظمه الله دون أن تشوبه شائبة شرك على عظم ما عظمه الله دون أن تشوبه شائبة شرك على الإطلاق ما سوى الله والشرك إيه هو هل الشرك أنك أنت تحقق لم تأل ما سوى الشرك يا رسول الله هل قال لهم أن تحقق كل ما سوى الله ما الشرك تلاقي الواحد منهم قاعد حاطط رجل على رجل هل قال لهم أن تحقق كل ما سوى الله ولا حتى يتحقق تلاقي الواحد منهم قاعد حاطط رجل على رجل يتعظيم لله بس إيه تقف يقف لله ترجع لله تسجد لله لك علشان ما نعرفش كده تعظيم لله بس تقف لله تركع لله تذكر لله انا ما تعمل كده للمخلوق قل الذوق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال الشرك هو ان تحق ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال ان تحق كل ما سوى الله تحق ان تعظم الشرك ان تجعل ان تحق كل ما سوى الله التوحيد تعيد ببساطه قال الشرك ان تجعل لله ان تجعل لله ندا وهو خلق ببساطه يعني ان تظن ان هناك ذات مؤثره في الكون مع الله يعني ان تظن ان هناك ذات مؤثره اعتقدت في الكون مع الله او صنم او ملك اي ذات بقى او وهم في عقلك اعتقدت ان هذه ذات طبيعه او صنم او ملك اي شيء او وهم في عقلك انه ليه تاثير بذاته مع الله في الكون او اي شيء مخلوق انه ليه تاثير بذاته مع الله في الكون هو الشرك المؤثر الحقيقي في الكون هو المؤثر الحقيقي هو الهادي الحقيقي هو الله المؤثر الحقيقي في الكون هو الله هادي الهادي الدلاله هو الله ولكن الله تعالى هو الهادي هدايه الدلاله على الحقيقه ولكن الله سبحانه وتعالى هو الهادي هدايه على ويوجدها في القلب هو الذي يخلق الهدايه ثم بعد ذلك تنسب الى النبي ويوجدها في الدلاله وتنسب الى العبد نسبه ثم بعد ذلك تنسب الى النبي وتنسب الى الله نسبه وتنسب الى العبد نسبه فعل العبد وتنسب الى الله نسبه ايجاد مقام الله مقام من العالي لا يمسه احد فهي كلها مسائل نسبيه الخلاصه ان تعظيم العالي لا يمسه احد لا يؤدي للشرك على الإطلاق بل العكس الرسول صلى الله عليه وسلم عدم تعظيمه لا يؤدي هو ده عين الشرك بل العكس لان عدم تعظيمه متصور ان تعظيم هو ده عين الشرك يبقى انت جعلت لله ندا لان كنت انت متصور ان تعظيمه مع الشرك انت جعلت لله ندا لانه ما زال مخلوق ورسول الله مهما عظمناه ليس لله تعظيم لانه ما زال لو لم تعظم النبي مخافه الشرك هو عين الشرك تعظيم
ان لو لم تعظم النبي مخافة السبت وعظم الذي عظمه الله لأن خوفك من انك انت تعظم الذي عظمه الله اعتقادا منك ان مقام الله لله جدا دنيئ اعتقادا منك ان مقام الله مقام يقترب اليه اي ذات معظم الله. ولكن الانسان الموحد يقترب اليه اي ذات معظم الله مستغني عن الخلق وهو خالق الخلق وخالق القدر وهو المؤثر في الكون. الله مستغني عن الخلق وهو خالق الخلق وخالق القدر وهو المؤثر في الكون ويختار. وكان الله لكم شيئا من درجات ثم بعد ذلك ايام ما يشاء ويختار على غيرها بعضهم من درجات فيختار على ايام ما يشاء ويفضل على غيرها ويختار على غيره فيفضل على غيره من هذه الدرجات فيفضل على غيره. انت نفسك في الدنيا جعل نفسك انت درجتك اعلى من غيرك حتى في الدنيا وانت في نفس الوقت ادنى من غيرك يعني في العالم انك درجتك اعلى من غيرك وهكذا هي الدنيا كلها وانت في نفس الوقت ادنى من غيرك يعني في العالم انك وانت اعلى من غيرك وهكذا هي الدنيا كلها او في الاولاد سواء في المال او في اي حاجه او في الدنيا او في الاولاد او في اي حاجه اي نعمه من النعم تجد نفسك على امامنا ده تفاؤل عظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعذروه على أمرنا معظم يما لازم تقول سيدنا رسول الله وتجرس رسول الله قرة عين يجنونه يما لازم تقول سيدنا رسول الله وتجرس رسول الله قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انت تقدر تقول على ربنا سيدنا ده مش فاهم حاجة هو انت تقدر تقول على ربنا سيدنا انت ازاي ما ينفع لان ربنا اعلى من كلمة السيد على الحقيقة هو الله على الحقيقة لكن انت ممكن السيد على الحقيقه هو الله على الحقيقه استعمل سيد لكن العاده ممكن تقول المعاني المجازيه سيدنا يحيى ربنا سبحانه وتعالى استعمل سيد للعبد ونبيا من المعاني المجازيه سيدنا يحيى ربنا قال كده في سيدنا يحيى سيدنا وحضورا ونبيا من الصالحين سيدنا يحيى نبي عظيم وحضورا ونبيا من الانبياء مقام هو ده مقام عالي نبي عظيم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار والانبياء مقام هو ده مقام عالي لكن مقام رسول الله فكان سيدنا يحيى سيدا يبقى سيدنا محمد واعلى من سائر الانبياء فاذا كان سيدنا يحيى سيدا يبقى سيدنا محمد واخد بالك لانه ارقى سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لانه ارقى فهو سيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فهو سيد فهو سيد السادات صلى الله عليه وسلم كان الانبياء كلهم كيف ترقى رسيك الانبياء يا سماء ما طولتها سماء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولتها سماء ويعذروه أي يجلونه وقيل ينصرونه وقيل يبالغون في تعظيمه أي يجلونه وقيل ينصرونه وقيل يبالغون في تعظيمه شفت بقى يعني لازم تبالغ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تجدها أن فيها كمال تعظيم يعني أي ممكن تؤول بحاجة أقل فيها كمال تعظيم تأولها أنت بالأكل وممكن تؤول بحاجة أقل تيجي مع الناس التانيين دول تقولها انت بالاكمل في حق نبينا بالادنى تيجي مع الناس التانيين دول صلى الله عليه وسلم في خصله معينه تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نور لما يبقى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في خصله معينه تيجي تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نور يقول لك النور معنوي مش حس طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عايز يقول انه ضل حولي اول هاله بس هو مكتوب النور معنوي مش حس مكتوب ما هو قلبه مرض يعني عايز يقول انه ضل تيجي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم نور لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يقول لك بتقول النور معنوي نور فقد جعلكم من الله نور وكتاب مبين يقول لك نور معنوي يعني يبقى نور حسي هو مكتوب يقول انه ظلم ايه المانع مش ربنا قايل سراجا منيرا وقال على السماء سراجا منهجا ايه المانع وربنا قايل سراجا منيرا سيدنا عبد الله بن عبد الوهاب كان اذا تكلم رؤيا النور يخرج من بين السماء رؤيا قال النور يخرج من بين السماء النور يخرج من بين السماء رؤيا الحديث ده ضعيف النور يخرج من بين السماء لو انت رزق كان بيقول لك ايه اصل الحديث ده ضعيف ده حاجه فيها حاجه كده حلوه تطلع بيها رزق كان بيقول لك يكتمك كده ويجيب لك اي حاجه فيها حاجه كده عايز تطلع بيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نور معناك عايز اله ليه؟ طب ما هي الشمس منوره في اكثر من زون الشمس نور معناه عبادة الاله طب ما هي الشمس منوره في اكثر من زون الشمس واحنا عبدنا الشمس بنعبدها من دون الله حد ينكر نور الشمس طب لما نقول سيدنا رسول الله صلى الله انور من الشمس يبقى عبدناه من دون الله يا اونطجي طب لما نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عبدناه من دون الله يا اونطجي يا اللي مش فاهم حاجه اللي في قلبك مرض مش فاهم تيجي اي خاصله بنص القران الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من امامه تيجي مثلا تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من خلفه كما يرى من امامه نور بصيره وهو قايل كده صلى الله عليه وسلم رؤيه حقيقه
يقول لك دي نور بسيط يعني عايز حتى ينفر مش يعني هتفرق ايه بسيط يعني هتخسر يعني عايز حد ينفر يا سيدي التمالك يعني هتفرق حاجه عاليه يعني هتفرق حاجه اولى على المعنى الادنى اي تملك حاجه يحولها على المعنى الادنى متعلقه برسوله يقولها على المعنى الادنى ده احنا امرنا اننا تملك يحولها على المعنى الادنى ونوقره ونجله ونحترم ونظن في احسن ظن ونوقره ونجله ونحترم ونظن في احسن ظن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك تيجي اخي الرسول صلى الله عليه وسلم الا تطروني كما اترك النصارى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا اخي الرسول الا تطروني كما اترك النصارى نهانا يا جاهل الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا مبالغه في الاطراء الى مقام الالوهيه يا جاهل مش معناه ان مبالغه في الاطراء الى مقام الالوهيه ده نهانا اننا يعني نبالغ معناه ان نهانا عن مطلق الاطراء فنخليه في مقام الالوهيه اننا نبالغ في اطرائه واخد بالك وعشان كده فنخليه في مقام الالوهيه كما اثرت النصارى المسيح هو الا تطروني وعشان كده الا تطروني كما الا تطروني وسكت هو الا تطروني وسكت لكن ده الا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم كما قال ابن سيدنا ابن مريم لكن ده الا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم النصارى قال ابن سيدنا ابن مريم قال هو الله عما يقولون استغفر الله وقال هو ابن الله استغفر الله ابن مريم على مقام عما يقولون الالوهيه والربوبيه رفعوا سيدنا عيسى ابن مريم الى مقام الالوهيه والربوبيه يرفعني الى مقام الالوهيه والربوبيه لكن امدحه في مدح يرفعني الى مقام الالوهيه والربوبيه لكن امدحه النصارى في نبيهم فيما عدا ذلك واحكم بما شئت مدحا فيه امدحه النصارى في نبيهم ورسول صلى الله عليه وسلم ايه مدحا فيه واحتج ليس منا من لم يوقر كبيرانا الرسول صلى الله عليه وسلم ايه صغيرانا توقير الكبير يعني ليس منا من لم يوقر كبيرانا كل واحد كبير في امه نبينا صلى الله عليه وسلم لازم يوقر ويعظم الكبير ولازم نجله كل واحد كبير في امه نبينا صلى الله عليه وسلم لازم يوقر ولازم نجله ده معنى اهل العلم ده بالادب اهل السن الكبير ده ادب احنا مطلوب مننا ده مش معناه شر اننا ده من باب الادب ادب ده ادب احنا مطلوب مننا فتيجي توقف اننا نعمل اي حد تيجي توقف تقوم تقول لك ايه فتيجي توقف سلام قال اي حد تيجي توقف له الناس فليتبوا يقول لك ايه يا سيدي ده اللي داخل هو لو احب الناس ان يقف له الناس هو لو قلبه عنده كبر وغرور يا سيدي ده اللي هو لو احب الناس ان يقف له الناس هو لو لكن انا هو داخل عليه كبر وغرور ويحب ان الناس انا مطلوب ان انا اتقف له الناس كونه هو بقى لكن انا هو عنده كبر وغرور فربنا ادرى بيه لان انا مطلوب ان انا اجيب لك الاحاديث كونه هو بقى في نفسه وعنده كبر وغرور فربنا ادرى بيه ولخبطك فيجيب لك حديث قليل الذوق لك حديث قدام وما تحترمش الناس ويدخل عليك المدرب بتاعك قليل الذوق ويدخل ابوك وما تحترمش الناس عليك وانت ويدخل عليك المدرب بتاعك والمعلم بتاعك ويدخل ابوك ويدخل شيخك عليك وانت كل رجله ما توقفش وكله ولد دين وكله ذوق الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا سعد وكله وقال كل ذمله الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا وقال للانصار قوموا وقال املوا صلى الله عليه وسلم وفارس لما دخلت عليه للانصار قوموا سيده شيماء اللي هي اخته في الرضاع صلى الله عليه وسلم بنت حليمه لما دخلت عليه في عمل سيده شيماء اللي هي اخته في الرضاع بنت حليمه قبيلتها دخلت عليه عمل الخضراء بعد صلى الله عليه وسلم عمل ايه املاها وبشرت دخلت عليه الخيمه الخضراء قلع برده صلى الله عليه وسلم عملها على املاها وبشر عليه شوف قد ايه الاكرام لها وقلع برده صلى الله عليه وسلم وفردها على الارض عشان تقعد عليه شوف قد ايه ولما دخل عليه سيدنا عثمان صلى الله عليه وسلم دين الكرم ودين الاخلاق الحميده ولما دخل عليه سيدنا عثمان شعائر الله احنا ديننا ونوقر اهل العلم ونوقر العلماء الامام النووي كان يدخل عليه حافظ القران كان اهل العلم ونوقر العلماء الامام النووي كان يدخل عليه حافظ القران كان يحفظ القران كان يوقع عليه جلاله القدر ليه لان هو بيقبل واحد ويعرف ان هو لذاته ولا لما يحمله من كلام الله عز وجل ليه لان هو بيقبل يبقى لولا انه يحمل لذاته ولا لما يحمله من كلام الله عز وجل هو بيوقر يبقى لولا انه يعلم كلام الله ويعظم في كلام الله يبقى هو بيقولنا اننا نعظم الاولياء ونعظم كلام الله ويعظم في كلام الاولياء نسبوا الى الله ونسبوا الى رسول الله فصاروا من العظماء لان الاولياء نسبوا انما لو لم ينسبوا الى رسول الله فصاروا من العظماء ولا زرناه انما لو لم ينسبوا اليه ما تروحش للوالد زوره الا لانه ولي الله ولا زرناه انما هل انت مثلا روح انت ما تروحش للوالد زوره الا لانه ولي الله انما هل لولا انه ولي الله ما كناش هنزرت واحد عدو ولا هنعظمه وعظمته ولا هنوقره لولا انه ولي الله ما كناش هنزرت الامور دي كلها ولا هنعظمه بعيده كل البعد عن الشرك ولا هنوقره بل اللي يظن ان فيها شرك دي كلها يبقى هو اللي كل البعد هو التوحيد بل هو اللي يظن ان فيها شرك حقه يتعلم يبقى هو اللي مش فاهم ايه هو التوحيد
هو ده اللي مش فاهم ايه هو التوحيد حقه بقى يتعلم اي يعظموه وقرأه بعضهم ويعززوه بزائين اي من العزم وقرأه بعضهم ويعززوه بزائين اي من العزم صلى الله عليه وسلم ويؤيده في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤيده فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اما بعد ذلك يسبحوه دي تبقى لله اما بعد ذلك يسبحوه دي تبقى لله لان الله سبحانه وتعالى قال واخد بالك ان ارسلناك شهيدا لان الله سبحانه وتعالى قال لتؤمنوا بالله ان ارسلناك شهيدا ونذيرا وتوقروه لتؤمنوا بالله وبعدين قال تسبحوه وتعزروه تسبحون لله وتوقروه يعني تنزهوه وبعدين قال تسبحوه التسبيح والتنزيه تسبحون لله وتسبحوه يعني تنزهوه اي ينزهوه سبحانه وتعالى والتنزيه وتسبحوه اصيلا وتصلي اي ينزهوه سبحانه وتعالى اصيلا فهذا راجع الى الله تعالى قال ابن عطاء بكرة جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة ابن عطاء مختلف جمع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة نبينا صلى الله عليه وسلم يعني خلص الفصل النهارده من هنا بقى بيانيه ايه هي النعم بقى اللي جمعت لنبينا صلى الله عليه وسلم الناس بتكثر خلص الفصل النهارده بقى معلش 10 دقايق في الليلة الزهراء الناس بتكثر اليوم الازهر والليلة الغراء واليوم الازهر الليلة ليلة الجمعة واليوم ليلة مباركة والليلة الغراء واليوم الازهر على ينفعنا بحب نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة مباركة ويعرفنا اياه معرفة كاشفة على ينفعنا بحب نبينا صلى الله عليه وسلم ويعرفنا اياه معرفة كاشفة ومداخله ونكرع بموارد الجهل به وبه في مخارج الأمر ومداخله ونكرع بموارد الفضل الله إليه وننهل بنعيم وما نعم مختلفة إيه هي النعم المختلفة اللي جت في الصورة هيبتدي عدها لك بقى إيه نعم مختلفة إيه هي النعم المختلفة اللي جت في الصورة هيبتدي عدها لك بقى إيه أعلام الإجابة أول واحدة الفتح يعني من علامات الإجابة وهي دعوات أعلام الإجابة يعني أهو مهزومة أهو يعني من علامات الإجابة يعني اهو مهزوم اهو ان فتحنا يعني خلاص عارف يدخل الكعبه ولسه ما تمش النهضه تعالى يقول له ان فتحنا يعني خلاص نصرناك في سوره المهزوم ولسه ما تمش وهو منصور في الحقيقه نصرناك اطمئن ويرجع مكه في سوره ربنا سبحانه وتعالى بين له الفتح المبين وهي من اعلام الاجابه اي من علامات اجابه دعوتي وهي من اعلام الاجابه اي من علامات اجابه دعوتي نمره 2 بعد الفتح المبين والمغفرة وظهور ديني وملتي وهي من أعلام المحبة المبين والمغفرة وهي المحبة التي تستوجب الإحسان وتدفع العذاب والكفران أعلام المحبة التي تستوجب الإحسان وتدفع العذاب آية الكفران المغفرة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قال لهم لو أنتوا حبايبي فربنا كنتش على يبقى معناها ان المحبه تستوجب عدم العذاب ما كنتش عذبت يبقى المغفره يبقى معناها يغفر لك ما تقدم يعني بيحب عدم العذاب يبقى هنا ربنا اعلمه بمحبته يغفر لك ما تقدم يعني بيحب لانه غفر له يبقى هنا ربنا اعلمه بمحبته اياه ان المغفره عنوان المحبه لانه غفر له ما تقدم لان الله سبحانه وتعالى عاد على اليهود والنصارى لما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه رد عليهم على اليهود والنصارى لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه رد عليهم بيكذبهم قالوا ممن خلق فلما يعذبكم بدنيا يعني لو كنت أحبائي فلما كنتش عذبتكم لكن أنتم معذبين أهو ومشردين يعني لو كنت أحبائي دائر الأرض يبقى أكبر دليل على عذابين أهو ومشردين سائر الارض يبقى اكبر دليل على العذاب يبقى لما ربنا قال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك اعلمه بمحبته العذاب يبقى لما ربنا قال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك اعلمه بمحبته والمغفرة وهي من اعلام المحبة دي معنى وتمام النعمة والمغفرة وهي من اعلام المحبة نمرة 3 وتمام النعمة وتمام النعمة وهي من اعلام الاختلاف ان ربنا نمرة 3 وتمام النعمة وهي من اعلام الاختصار ان ربنا خص وانه جعله بانه نسخ شريعته دائر الشرائع ولمن وإنه جعله ولكل وقت لاحق أن تقوم الساعة هو نبي الأنبياء ونبي كل وقت لاحق أن تقوم الساعة هو نبي الأنبياء ونبي والجن وللملائكة ولسائر الدواب والخلق أرسل للإنس والجن وللملائكة ولسائر الدواب والخلق أرسل للرحمة صلى الله عليه وسلم كل دي تمام نعم كان النبي يبعث لقبيلة الرحمة صلى الله عليه وسلم كل دي تمام نعم كان النبي يبعث لقبيلة قطر صغير أو حتى الحار او حتى الاسر او لدولة بسيطة او لقطر صغير او حتى الحار كافة او حتى تمام نعمة
صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة وتمام النعمة، وهي من أعلام الاختصاص والهداية، وتمام النعمة ويهديك صراطا، وهي من أعلام الاختصاص إن والهداية ويهديك صراطا مستقيما، رابع حاجة هي علامة المحبة، فتحنا لك أول حاجة وبالك ويتم نعمته عليك، اللي هي علامة المحبة اختصاص خصه بما لم يخص أحد غيره، ويتم نعمته عليك صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة، الاختصاص خصه بما لم يخص أحد غيره مستقيما، صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة، وهي من أعلام الولاية والتأييد، ويهديك صراطا مستقيما، رابع حاجة وهي من أعلام الولاية والتأييد والنصرة، لأن ربنا ويهديك صراطا مستقيما، لا يؤيد ولا ينصر إلا المهتدي، ويهديك صراطا مستقيما لولايتنا في الدنيا وفي الآخرة، ولنصرنا ولولايتنا، فالمغفرة تبرئة من العيوب، وتمام النعمة تبرئة من الدرجة الكاملة، والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة الدرجة الكاملة، والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة، اللي هي ايه في الدعوة الى المشاهدة عند مليك مقتدر، اللي هي ايه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جنات مقام المشاهدة والحضرة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقام المشاهدة والحضرة، كان المستقيم في جنته، ومن امام المتقين، فيبقى اين مقام اثقل من كان المستقيم في جنته، واللي علم الناس فمن هو، فيبقى اين مقام اثقل من المستقيم، واللي علم الناس اصلا لا يعلم حده ولا قدره الا الله، مقام مشاهدة عالي لا يعلم حده ولا قدره. وقال جعفر محمد من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه، وقال جعفر محمد من تمام نعمته عليه محمد الباقر أن جعله حبيبه، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا جعفر ابن محمد الباقر ابن علي بن العليل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سيدنا أبي طالب اللي هو أبو السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن السيدة عائشة اللي هو أبو السيدة عائشة، بيقول إيه سيدنا جعفر بقى، وقال جعفر بن محمد من تمام نعمته عليه، من تمام نعمة الله على نبيه أن جعله حبيبا، من تمام نعمة الله على نبيه أن جعله حبيبا، سيدنا إبراهيم لأن في مقام كان قليل الرحمن، مقام المحبة أصلا سيدنا إبراهيم لأن كان قليل الرحمن، مقام محبة القلب، لأن يعني دليل انه جاي من حبه القلب الى مركز يعني القلب، دليل انه ده مقام عالي، تخلل الحب الى معناه مركز القلب، انه ده مقام عالي، اختلط بالنفس، مش بالقلب بقى، اختلط بالنفس، انه اختلط بمقام الخله، مش بالقلب بقى، اختلط بالنفس، واقل كثير من مقام فمقام الخله عالي، ولكن مقام المحبه اعلى، واقل كثير من مقام المحبه وكلاهما، لان الخله من تخلل النفس ومخالطتها، اما المحبه لان الخله من تخلل النفس ومخالطتها، فمن مقامه في القلب، اما المحبه ومن مقامه محبه القلب ايه في النفس، فمن مقامه في القلب وارقى مقامه ايه، لان القلب محل التجليات، والقلب ارقى من النفس، لان القلب واقسم بحياته لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك، واقسم بحياته لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد، يبقى نبينا ده فين ده، شوف انت بقى لما ربك، شوف انت لو انت نبينا في الدنيا ولله المثل الاعلى، شوف انت بقى لما ربك الكبار، شوف انت لو انت حتى في الدنيا ولله المثل الاعلى حققت عملك، شوف انت بقى بقول لك وحياتك عندي، وتقول انك انت بقى حصل كذا وكذا، شوف انت بقى تبقى منفوخ في لحظه، وتقول انك انت في لحظه يا ذول ملك، فما بالك رب العالمين يحلف بحياه نبي، تقول له لعمرك انهم يعني، فما بالك رب العالمين يحلف بحياه نبي، تقول له لعمرك انهم يعني وحياتك وعمرك، واقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره، واقسم بحياته وعرج به الى المحل شرائع غيره، مقام قاب قوسين او ادنى، وعرج به الى المحل في المعراج، مقام قاب قوسين او ادنى، حتى ما زاغ البصر وما طغى، وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى، وبعثه الى الاحمر والاسود، إن وبعثه إلى الأحمر والأسود، أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، كافة يعني كف الله الناس بك، فكانت فيك الكفاية، يعني كف الله فيكتفون بك عن غيرك، فكانت فيك الكفاية بدعوتك عن غيرك، فيكتفون بك عن غيرك، عن الدعاوى الأخرى، ويكتفون بشريعتك عن غيرك، عن الدعاوى الأخرى،
ويكتفون بشريعتك عن لو ارسلناك للناس اجمعين. عشان كده ربنا اختار كافه. لكن ليه جت كافه بالذات؟ لان فيها معنى. ارسلناك للناس اجمعين وهي فيها معنى. لكن ليه جت كافه بالذات؟ لان فيها معنى. يكتفي به الناس ويكتفي بهدايته وبشريعته وبملته سائر الناس الى ان تقوم الساعه. ويكتفي بهدايته وبشريعته وبملته سائر الناس. واحل له ولامته الغنائم. وجعله شفيعا وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعا مشفعا ومشفع يعني مجاب الشفيع. الشفيع أنه يشفع في سائر الخلائق. أنا أول شافع وأول مشفع يعني مجاب الشفيع. يعني أول من يشفع وأول من تدفع. أنا أول شافع وأول مشفع يعني أول من يشفع وسيد ولد آدم. كل دي خصائص النبي قاعد يعدها لك صلى الله عليه وسلم. وسيد ولد وسيد آدم. ولد آدم. النبي قاعد يعدها لك صلى الله عليه وسلم. قال أنا سيد ولد آدم. وسيد ولد آدم. يعني لا أقول ذلك تكبرا. قال أنا سيد ولد آدم. ولكن تحدثا بنعمة يعني لا أقول ذلك تكبرا وتجبرا على الناس. ولكن وقارن ذكره بذكره. صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكره. وقارن ذكره بذكره. في قولي ورفعنا لك ذكره. والله ورسوله أحق ورضاه برضاه. ما قالش يرضهما. والله ورسوله احق ان يرضوه لله ولرسوله. ما قالش رسول الله هو رضا الله. ما فيش فرق بين يرضي ربا واحد. والله ورسوله احق ان يرضوه. ما فيش فرق بين اللي يعرف والله ورسوله احق ان يرضوه. ان رضا النبي من رضا الله ورضا الله من رضا النبي قبل النبي. ان رضا النبي من رضا الله ورضا الله من رضا النبي صلى الله عليه وسلم. وجعله صلى الله عليه وسلم احق رضاه برضاه. وجعله صلى الله عليه وسلم احد ركني التوحيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول. يعني لو احد اشهد ان لا اله الا الله فقط. ان النبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك دون ان يعني لو احد اشهد ان لا اله الا الله مات على فقط ولا مات على ذلك دون ان يقر. فجعل الشهاده احد ركنيها لاعتراف نبوته ورسالته. فجعل الشهاده احد ركنيها. ثم قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ثم قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. صلى الله عليه وسلم ان الذين يبايعونك لقريش بيعه الرضوان. علشان الرسول يعرف لما هو جاء من يريد العمره ولا يريد القتال. علشان يعرف ان هو جاء يريد العمره ولا يريد القتال. جاءت اشاعه ان كفار قريش قتلوا سيدنا عثمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت اشاعه ان صحابه على الموت والقتال تحت الشجر. الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابه على الموت والقتال ووضع يده اليمنى يبايع بها الناس صلى الله عليه وسلم. ووضع يده اليسرى ووضع يده اليمنى يبايع بها الناس. ووضع يده اليسرى وتريهم حبسوا سيدنا عثمان عندهم بيكرموه ويدلعوه وكده. أتريهم حبسوا سيدنا عثمان عندهم بيكرموه ويدلعوه وكده. وهم الناس اللي بتعمل اشاعات لو كنت عايز تعمل العمره وتلفوا فين. وهم كانوا وبعدين ارجع بقى يقول له يبقى لنا السنه الجايه العمره والتفتفن. قال لهم والله ما اطوفوا ابدا حتى يبقى. وبعدين ارجع بقى يقول له يبقى لنا السنه الجايه. وبعدين قعد معاهم. قال لهم والله الاثنين عشان يكرموه. فشيعه شائعه. وبعدين قعد معاهم بقى يوم الاثنين عشان يكرموه. فشيعه شائعه انهم قتلوا على الموت وبعضهم بايعوا على القتال. وبايعوه ووضع يده اليسرى مكان وبعضهم بايعوا على القتال. وقال هذه عن عثمان. ووضع يده. فربنا جعل بيعه الرسول صلى الله عليه وسلم دي ومبايعه عن عثمان كانهم بيبايعوا الله. جعل بيعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعته هو نائب الله كانهم بيبايعوا الله في الارض. كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو نائب الله. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. يد الله فوق ايديهم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. يد الله فوق ايديهم. اي الله سبحانه وتعالى يريد يعني يريد البيعه عند البيعه. اي الله سبحانه وتعالى يريد الله يعني عند البيعه. اولا اليد هنا اذا نسبت الى الله لا يقصد بها الجرح. لان الله سبحانه وتعالى منزه عن الجرح. هنا اذا نسبت الى الله لا يقصد بها الجرح. والحاجات اللي زي دي سبحانه وتعالى منزه عن الجرح. يد الله سبحانه وتعالى الله. والحاجات اللي زي دي قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. هذه الاشياء كلها اللي هي تدل على الجريح. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. هذه الاشياء كلها اللي هي تدل على الجريح. الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الاشياء. الانسان لا يظن ولكنها جاءت هذه الاشياء للتقرير. منزه عن هذه الاشياء. فالسلف امروها. ولكنها جاءت هذه الاشياء للتقرير التنزيه وانه ليس كما في الكتاب. فالسلف امروها. والخلف حاولوا ان يؤولوها تاويل يليق مع جلال الله. والخلف حاولوا ان فهنا تأويلها تأويل يليق مع جلال الله. كلمة يد الله. واخد بالك فهنا تأويلها اي المراد يد الله يعني قوة الله. يد الله. وقيل ثواب. قيل قوة الله اي المراد يد الله يعني قوة الله.
والأيدي والأبصار يعني أولي القوة، واليد بمعنى النعمة، قول الايدي والابصار يعني قول القوه، واليد بمعنى النعمه، ممكن تبقى بمعنى النعمه يد علي، ممكن تبقى بمعنى القوه، وقيل منته يعني عظمته، وقيل عقده بمعنى القوه، وقيل منته يعني عظمته، وقيل حط ايدك في الظهر، لان الناس عموما لما تيجي تعضعه تعمل العقد، فكان الله تعالى يقول انكم بمصافحتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانكم عقدتم، فكان الله تعالى يقول انكم بمصافحتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانكم عقدتم. وهذه استعارات يعني اطلاقات مجازيه مباشرة. يعني لا يراد بها المعنى الحقيقي، وهذه استعارات يعني اطلاقات مجازيه، وتجنيس في الكلام يعني تفنن في الكلام، وتأكيد لعقد بيعته، وتجنيس في الكلام يعني تفنن في الكلام، وتأكيد لعقد بيعته من هذا قوله تعالى المبايع فلم الله عليه وسلم، وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن يعني الله قتلهم، يعني الله سبحانه وتعالى قال رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني كنتم قتلتم، يعني الله سبحانه وتعالى على الحقيقة في موقعة بدر، لكن القاتل على الحقيقة هو الله، الكفار على الحقيقة، ولكن أنتم، لكن القاتل على الحقيقة هو الله، فعلتم فعل القتل، ولكن أنتم، ولكن المؤثر هو الله، يبقى فعلتم فعل القتل، ولكن المؤثر حد ذاته يبقى لا يقتل الا بالفعل الله. بتاع القتل ده بالضرب، لولا ان الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه لا يقتل الا بتاثير الله، لولا ان الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الضرب كده ممكن واحد يتضرب بالسيف وما يموتش، لان ربنا كاتب له انه ما يموتش، وعشان كده ممكن واحد يتضرب بالسيف ويضرب بالرصاص لانه ربنا ما يموتش، كاتب له ان ربنا كاتب له انه ما يموتش، وممكن واحد يتضرب بالرصاص لكن لو ربنا كاتب له انه يموت بيموت من غير رصاص وهو قاعد كده يروح، لكن لو ربنا كتب له انه يموت بيموت من غير رصاص ومن غير سيف وهو قاعد كده يقول لك الفاعل الحقيقي من وراء الاشياء هو الله، والمؤثر الحقيقي هو الله، والفاعل صورة الاشياء فتنسب اليكم، والمؤثر الحقيقي هو الله، أما صورة الأشياء فتنسب إليكم حقيقة وخلقا وتأثيرا، وتنسب إلى الله حقيقة، وعشان كده قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وعشان كده قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغزوة حنين، ما فيش واحد من جنود الأعداء إلا ودخل في عينه جزء منه، ما فيش واحد من جنود الأعداء إلا ودخل في عينه جزء منه، البشر انه يرمي رمية واحدة كده توصل لعيون كل هل الكفار، هل يستطيع قوة بشر؟ يبقى لابد اللي يوصلها رمية واحدة كده، لان دي قدرة قدرة البشر بقى، يبقى لابد اللي رميتها ربك إذ رميت، يعني قدرة من قدرة البشر، أصباء وجوه الكفار في غزوة بدر وحنين، إذ رميت حال كونك تصلي وجوه الكفار في غزوة بدر ولكن الله رمى، أي الله هو المواصل، فأنت رميت بالفعل ولكن الله رمى، أي الله هو المواصل تأثير هذه الرمية في عين كل عدو وفي عين كل كافر، وصل تأثير هذه الرمية في عين كل عدو وفي عين كل كافر، فالرمي هو الإلقاء والتوصيل، فالإلقاء من جانب النبي والتوصيل من جانب الله عز وجل، أدي المعنى. وإن كان الأول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقة، وإن كان الأول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقة، والحقيقة هي فعل الله، لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله وهو خالق فعله ورميه، لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله وهو خالق فعله ورميه وقدرته عليه ومسببه ولمسببه وانا عندي ومشيئتي، بس هي الاولى تبقى ومسببي، نسخه ثانيه مسببه عشان كده قرات، انا عندي ومشيئتي مكتوب عن الاولى تبقى ومسببي، في نسخه ثانيه مسببه عشان كده قرات الاولى هو مسببي، لكن ومسببه، ولانه ليس في قدره البشر توصيل تلك الرميه، ومسببه ولانه ليس في قدره البشر توصيل تلك الرميه، حيث وصلت الملائكه لمنهم من لم تملا عينيه، يعني وكذلك قتل الملائكه لهم حقيقه، ايه يعني وكذلك بعض الملائكة، فهو عايز يبين لك هنا ان حتى الملائكة مع تفوق قدرة الكفار، فهو عايز يبين لك هنا ان حتى الملائكة مع تفوق قدرتهم ما زالت غير مستغنية عن قدرة الله، وان حتى فعل الملائكة غير مغنية عن بذاته ولكن بفعل الله، وان حتى فعل الملائكة حتى لا غير مؤثر بذاته ولكن البشر، بس انما الملائكة مؤثرين حتى لا تظن بفعلهم، ولكن بيقول لك البشر بس انما الملائكة مؤثرين هو فعله من الله، ولكن بيقول لك حتى الملائكة قتل الملائكة في نفس الطريق، هو قتل من الله
ومن الملائكة. وقد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي ومقابلة اللفظ ومناسبته. وقد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي أنت إذ رميت وجوههم بالحصباء والتراب ولكن الله رمهم أنت إذ رميت وجوههم بالحصباء والتراب ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع. دي تأويل يعني في نسألك إن الرمي هنا هي رمي بالجزع والخوف. دي تأويل قال نصرت بالرعب. ربنا رمى قلوبهم بالجزع والرعب مسيرة شهر. ورسول الله قال نصرت بالرعب أي أن منفعة الرمي كانت من فعل الله فهو القاتل والرامي بالمعنى. أي أن منفعة الرمي كانت من فعل الله فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالإثم. والله أعلم كرمتي عليه ومكان العاشر فيما أظهر الله تعالى في الكتاب الأول كرمتي عليه ومكانتي عند الأول من الكتاب. والكتاب أربعة أقسام كل ده في ربع الربع والكتاب أربعة أقسام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.